أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في أجيال جي بي تي. اليوم سنتحدث عن التعليم، وسنسمع من جي بي تي جوابا عن كيف يمكن للتعليم أن يساهم في تحسين الذكاء الاصطناعي والعكس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن التعليم. جي بي تي، ضعي هذه الإجابة في دقيقة، هل تستطيعين ذلك؟ تفضلي. نعم بالتأكيد، يمكن للتعليم أن يساهم في تحسين الذكاء الاصطناعي والعكس بالعكس. أولاً، تحسين الذكاء الاصطناعي من خلال التعليم. التعليم يلعب دوراً حيوياً في تطوير الذكاء الاصطناعي عن طريق تدريب المبرمجين والباحثين على أحدث التقنيات والخوارزميات. برامج التعليم العالي تقدم دورات متقدمة في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، مما يتيح للطلاب اكتساب المهارات اللازمة لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. ثانياً، تحسين التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن التعليم بعدة طرق. على سبيل المثال، أنظمة التعلم الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تخصيص المحتوى التعليمي وفقاً لاحتياجات كل طالب، مما يزيد من فعالية التعلم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أداء الطلاب وتقديم توصيات لتحسين نتائجهم، وكذلك توفير موارد تعليمية تفاعلية مثل الشات بوتات التي تساعد في حل الأسئلة والاستفسارات. الخاتمة، التكامل بين التعليم والذكاء الاصطناعي يفتح أفقاً واسعاً لتحسين جودة التعليم. شكراً لك جي بي تي على هذه المعلومات المهمة التي أتاحت لنا أفقاً جديداً لمعرفة التكامل بين التعليم والذكاء الاصطناعي. أرجو إنهاء هذه الحلقة كما جرت العادة. شكراً لكم على حسن استماعكم لحلقة جديدة من أجيال جي بي تي. كان معكم وليد نصار، وفي حوار مع تقنية الذكاء الاصطناعي الناطقة باللغة العربية جي بي تي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.